معنا الآن كذلك أكثر للحديث أكثر عن تفاصيل زيارة صاحب السمو وافتتاح مجمع القرآن الكريم بالشارقة الشيخ شيرزاد عبد الرحمن الأمين العام لمجمع القرآن الكريم بالشارقة. السلام عليكم شيخ شيرزاد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أستاذ أحمد. الله يسلم. ومسي عليك وعلى مشاهديكم وسمعيك بالخير. الله يسلم. في البداية طبعا نبارك لكم افتتاح مجمع القرآن الكريم بالشارقة طبعا من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة. هذا المجمع اللي ننتظر افتتاحه، وهذا المجمع الفريد من نوعه على مستوى العالم، وكذلك إذا نتكلم عن تفاصيل هذا المجمع بالإضافة إلى المباني كذلك اللي أو القاعات اللي موجودة في المجمع. نعم، إذن أقول أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، الحمد لله أولا، الحمد لله آخرا، الحمد لله ظاهرا، الحمد لله باطنا، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أخي الكريم أستاذ أحمد ومتابعيك الكرام، الحقيقة تحقيقا لرؤية حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وسعيا حقيقة للتميز والريادة في خدمة القرآن، الشارقة تطلق مشروعها القرآني الأكبر الأضخم الأفخم على مستوى العالم. ولعلي أبدأ من حيث ذكر حضرة صاحب السمو كلمته قبل قليل، إذ قال: لا يظن ظان بأن المجمع هو عبارة عن متاحف فقط، إنما فيه جانب أكاديمي ضخم جدا. ولعلنا نبدأ بالجانب الأكاديمي. الجانب الأكاديمي في الحقيقة المقارئ الإلكترونية العالمية تغطي حاليا 101 دولة، تغطي حاليا 101 دولة عندنا، من قارة آسيا، من قارة أفريقيا، من قارة أوروبا، من أمريكا الشمالية، أستراليا، قارة أمريكا الجنوبية، عندنا في آسيا 29 دولة، في أفريقيا 34 دولة، في أوروبا 24 دولة، في أمريكا الشمالية 7 دول، وفي أستراليا دولتان، والقارة الأمريكية الجنوبية 4 دول. حقيقة مهمة هذه المقارئ ليس تحفيظ القرآن، إنما تأهيل مدرسي القرآن المجهزين بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة السبع والعشر، وهو حقيقة مستوى متقدم يأتي بعد الحفظ. بمعنى أننا لا نقبل طلبة إلا الطالب، يعني شرط قبول طالب أن يكون حافظا متقنا، هذه الأساس. الحقيقة الوصول إلى هذه الدول 101 في يوم الافتتاح لابد من توضيح. المرسوم صدر، المرسوم الأميري حقيقة صدر السامي، صدر المرسوم رقم 22 عام 2018 بتاريخ 5 مارس 2018. استأذن سمو الحاكم ونحن ندير المشروع في المكاتب المؤقتة في المدينة الجامعية أن نطلق البرنامج الأكاديمي بشكل موازي لإنشاء المجمع حتى نكسب الوقت، وأذن لنا صاحب السمو بذلك. وخلال هذه السنوات، سنوات إنشاء المجمع، كانت المقارئ الإلكترونية تمضي في طريقها. اشترطنا في المدرسين القائمين على المقارئ أعلى معايير. ففي الحقيقة بس أود أوضح نقطة، أنه هناك مؤسسات قرآنية كبيرة يكون فيها عالم واحد من علماء القراءات أو عالمين، أو مؤسسات ليس فيها أصلا علماء قراءات. نحن بفضل الله عز وجل في مجمع القرآن عندنا 22 عالما، ما شاء الله، 22 حقيقة جهد كبير. هذا في المجمع عفوا الشيخ. نعم. صحيح؟ نعم في المجمع، نعم. في المجمع 18 منهم في المقارئ الإلكترونية. نشترط في النساء أن تكون الشيخة، يعني أنا لا أطلق عليها مدرسة، إنما هؤلاء عالمات هو شيخة. نشترط في الشيخة بالنسبة للنساء أن تكون مجازة في حفص، ومجازة في القراءة السبع، ومجازة في القراءة العشر الصغرى. بالنسبة للرجال اشتراطاتنا أعلى، نشترط أن يكون مجازا في رواية حفص، وفي القراءة السبع، وفي القراءة العشر الصغرى والعشر الكبرى. وعندنا بعض المشايخ حتى عنده إجازة في القراءة الشاذة. طيب،
بناء هذه الكوكبة من العلماء أخذ وقت كبير حقيقة، الوصول إلى هذه الدول 108 أيضا جهد كبير، يعني حسبك القطب الشمالي اللي يعني عرج على ذكر حضرة صاحب السمو قبل قليل، القطب الشمالي احنا اشتغلنا عليه قرابة 5 أو 6 أشهر ما شاء الله. حاولنا يعني وضعنا لأنفسنا هدفا أن نصل إلى أقاصي الدنيا شمالا وشرقا وجنوبا وشمالا. ففي جهة الشمال توجهنا إلى القطب الشمالي عن طريق كندا، عن طريق الدنمارك، عن طريق محاولات كثيرة حقيقة حتى أفلحت المحاولة الأخيرة. وفي بالنا نصل القطب الجنوبي، وأبشرك يعني بالنسبة للقطب الجنوبي قطعنا شوط، يعني احنا وصلنا في القطب الجنوبي عندنا طلب الآن في كولومبيا، وعندنا في البيرو وفي الإكوادور وفي البرازيل، فقرب ما بقى لنا شيء نصل القطب الجنوبي إن شاء الله. الذين ختموا المسجلون عندنا الآن ويمضون في ختماتهم 323 طالب وطالبة. طبعا انتبه نحن نركز على النوع وليس على الكم، ونختار من كل بلد الأفضل والأكثر تميزا حتى نصنع منه عالما من علماء القراءات. طيب من هؤلاء 323 ختم عندنا 227 خاتم. لو رأيت في توقيع حضرة صاحب السمو على الأسانيد في المنصة كنت تشاهد على اليمين وعلى اليسار عدد كبير جدا من الأسانيد. هذه أسانيد الخاتمين الذين ختموا القرآن وأسانيدهم جاهزة محققة، فقط تحتاج إلى التوقيع وإلى تسليمهم إياها. هذه حقيقة في عجالة المقارئ القرآنية الإلكترونية. الإقراء يتم في مجمع القرآن الكريم، هناك قسمان مجهزان بوحدات يعني غرف صغيرة، كل غرفة من هذه الغرف عبارة عن محطة مجهزة بأرقى التقنيات، والطالب في الجهة الأخرى يكون عن طريق الإنترنت. نعم. هذه حقيقة إطلال على المقارئ، ونعرج على الأقسام الأخرى تباعا. نعم. فيما يتعلق بالمتاحف القرآنية، الذي يظهر في الشاشة الآن هو متحف نادر، سميناه متحف نوادر المصاحف القرآنية. هذا القسم بالذات حقيقة قسم مميز جدا، يضم رقاقات من القرن من كل قرون الهجرية. وأنبه إلى نقطة، حضرة صاحب السمو كان قد وجه ورصد ميزانية كبيرة لشراء مصاحف، وجاءنا تجار من مختلف أنحاء العالم، وخلال هذه الفترة جمعنا مقتنيات تتراوح بين 100 سنة و 200 سنة و 300 و 400 سنة، يعني لنقل القرن العاشر. بس عفوا الشيخ، كم عدد مجموع المقتنيات؟ المقتنيات كثيرة أنا جايك في الكلام. تفاجأنا بدفعات من مقتنيات حضرة صاحب السمو تعود إلى القرن التاسع والثامن والسابع والسادس والخامس، وآخر المقتنيات قبل افتتاح المجمع بيومين جاءتنا مقتنيات من القرن الثاني. ما شاء الله، من القرن الثاني الهجري. حقيقة إنجاز كبير جدا. عندنا الآن 60 رقاقة من أندر النوادر الموجودة على مستوى العالم. طبعا هذه التي ترونها الآن في الصورة هذه المصاحف الدولية للمصاحف الرسمية للدول، وهذا القسم هو خاص بالمصاحف النادرة. طبعا هذا القسم يضم مقتنيات حضرة صاحب السمو ومشتريات مجمع القرآن، بالإضافة إلى المصاحف التي أهديت إلينا من الدول. هناك دول أهدت مصاحفها الرسمية إلى مجمع القرآن الكريم. والقاعة هذه اللي ترونها الآن هذه قاعة التعريف بالقراءات السبع. الناس تسمع عن القراءات السبع والقراءات العشر، ما تعرف ما هي القراءات السبع وما هي القراءات العشر. عرفنا بالقراءات السبع وبالقراءة، كل قارئ من القراء السبع خصصنا له قاعة. هذه قاعة ابن عامر الشامي، سند ابن عامر الشامي للنبي صلى الله عليه وسلم. زائدا هذه اللوحة حقيقة عجيبة، كل ما يتعلق بقراءة الإمام ابن عامر الشامي بالنماذج الصوتية وضعت في هذه الشاشة. حقيقة شركات كثيرة وعدد كبير من العلماء والباحثين شاركوا في هذه الشاشات. نسخة من مصحف الإمام هشام والإمام ابن ذكوان، وأيضا
تعرجنا على أعلى أهل الأرض سنادا الشيخ بكري الطرابيشي، وتعريب الشيخ بكري الطرابيشي الذي حقيقة يعتبر أعلى أهل الأرض سنادا، وقبض في دولة الإمارات في عام 2012، وسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في الوسط التعريب بالقراء الثلاث، يعني احنا عندنا القراءات السبع والقراءات العشر. في أطراف القاعة التعريب بالقراءات السبع، وفي وسط القاعة التعريب بالقراءات العشر. بعدين عندنا المتحف الذي يليه، متحف أعلام القرآن عبر التاريخ. كل الشخصيات التي خدمت القرآن عبر التاريخ تم تسليط الضوء عليها وتم التعريف بها، وقسمت هذه القاعة أو هذا المتحف إلى قسمين: المؤسسات التي خدمت القرآن عبر التاريخ، وأيضا الأفراد الذين خدموا القرآن عبر التاريخ. قسمت هذه القاعة إلى 15 قسما، كل قسم يمثل قرن من القرون الهجرية. كل ما تم تأليفه وكل من خدم القرآن في هذه القرون تم التعريف به. وأيضا حقيقة قمنا بجهد كبير بالحصول على النماذج الأصلية لخطوط المؤلفين في هذه القرون. أيضا عندنا تعريف بالخطوط العربية، يعني نماذج من الخط العربي، ترجمات القرآن الكريم، عرفنا بترجمات القرآن الكريم، عرفنا ب وسائل الإعلام التي خدمت القرآن من إذاعات وتلفزيونات وفضائيات، عرفنا بهذه الوسائل، وعرفنا أيضا بجهود الأزهر الشريف، وعرفنا بالمسابقات القرآنية العالمية والمحلية تأخذ فكرة كاملة. أيضا من الوفاء أحد القائمين على هذه القاعة هو فضيلة الشيخ الدكتور عياد الكبيسي، توفاه الله عز وجل قبل أن يكتمل العمل، فأضفنا لمسة وفاء، عرفنا بجهوده في المجمع. هذه القاعة التي ترونها الآن قاعة مشاهير القراء، واحدة من أجمل وأندر القاعات تعريب بكل قراء الأمصار. كل مصر من الأمصار خصصنا له قسما: قراء مصر، قراء بلاد الشام، قراء بلاد الرافدين، قراء إفريقيا، وخصصنا قسما للمقرئات، وهذا قد لا يعرفه كثير من الناس. جهود المقرئات لا يقل عن جهود القراء علماء القراءات، منذ السيدة فاطمة الزهراء إلى آخر من تخصص في تعليم القرآن، فتم استعراض جميع جهود هؤلاء. وندخل قسم المقتنيات. عندنا المقتنيات الشخصية للشيخ بكر الطرابيشي، للشيخ علي جابر، والمقتنيات الشخصية للشيخ مصطفى إسماعيل، والمقتنيات الشخصية للشيخ محمود خليل الحصري، والحافظ خليل إسماعيل من العراق، وعبد الرحمن بن موسى من المغرب. حصلنا على المقتنيات الشخصية لهؤلاء جميعا، وعندنا برامج تعريفية بهؤلاء جميعا. طبعا الحصول على مقتنيات هؤلاء ما كان سهل، ونشكر ذوي هؤلاء القراء المشاهير إهداءهم هذه المقتنيات لمجمع القرآن الكريم، وصاحب السمو يثمن كثيرا لهؤلاء هذا الجهد، ويعني يشكرهم على ما قدموه لمجمع القرآن. هذا المكتب الذي ترونه هو مكتب الشيخ محمود خليل الحصري، هذا الأثاث هو أثاث الشيخ محمود خليل الحصري. نعم. في الوسط عرفنا بقراء ثلاثة من أهم المساجد، اللي هو المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، تعريف بمشاهير القراء الذين يعني أموا في هذه المساجد. ثم ننتقل إلى قاعة أخرى اللي هي الكون والإنسان في القرآن، يسميه البعض الإعجاز العلمي في القرآن. نحن استخدمنا عنوانا آخر: الكون والإنسان في القرآن. هذا عمل مشترك بيننا وبين جامعة الشارقة ومجموعة من الباحثين من مختلف أنحاء العالم حقيقة. يعني عرضنا 26 موضوع في الكون وفي الإنسان تعرض لها القرآن على سبيل الإعجاز أو على سبيل موافقة العلم. واستخدمنا في هذه القاعة كما ترون أرقى التكنولوجيا اللي موجودة حاليا. استخدمنا النظارات التفاعلية، استخدمنا شاشات الكروية، استخدمنا الليزر، استخدمنا الهولوغرام، ويعني عروض بأحدث التقنيات. يعني حتى المسرح هذا مسرح بتقنيات متطورة جدا. شركات كثيرة ساهمت في هذا القسم، منها شركات من أوروبا، من إسبانيا، من المملكة العربية السعودية، من داخل دولة الإمارات. وكما تلاحظون في الصور التي تبث أنواع التقنيات التي وظفناها في خدمة الإعجاز العلمي للقرآن، أو ما سميناه الكون والإنسان في
في القرآن. نعم، طبعا التفاصيل بالتأكيد تحتاج إلى شرح مطول. نعم، لكني يعني أعطي إطلالة سريعة. نعم. هذه القاعة هي متحف كسوة الكعبة وستائر الحجرة النبوية الشريفة من مقتنيات حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، أهديت إليه من سعادة سالم السامان، وصاحب السمو أمر ووجه بوضعها بأبهى حلة، فانظر إلى المقتنيات وانظر إلى الحلة التي ظهرت بها، واحدة من أروع وأجمل القاعات الموجودة في مجمع القرآن الكريم. طبعا عمر هذه الكسوات، عندنا كسوة الكعبة من القرن العاشر، والمهتمين بهذا النمط من المقتنيات يعرف ما معنى أنه الكسوة تكون من القرن العاشر. يعني نحن تعرض الشيخ، سامحني أنا أقاطعك، بس أنا أبغي أرجع كذلك فضيلة الشيخ، يعني نعود قليلا لقاعة نوادر المصاحف. نعم. وأبغيك تسرد لنا بعد إذنك قصة المصحف العراقي بينكم وبين صاحب السمو. نعم، حقيقة أنا كما قلت إحنا كنا نعمل يعني على اقتناء المصاحف، ونخاطب دول ونخاطب تجار ونخاطب جهات علمية وجهات أكاديمية. نعم. كثيرة عندنا قسم سميناه قسم مصاحف الدول، وخاطبنا دول كثيرة وسفارات كثيرة حتى تعطينا المصاحف الرسمية. من ضمن الدول التي خاطبناها الوقف السني في العراق، وطلبنا منهم المصحف الرسمي. المصحف الرسمي في العراق لخطاط مشهور اسمه حسن رضا. هذا المصحف طبع طبعته وزارة الأوقاف العراقية سنة 72، وهذا من أجمل المصاحف، أهدي للخزينة العثمانية في الخزينة، والأوقاف أخذتها من الخزينة وطبعتها دون تدقيق، وظهر فيه 12 خطأ، فسحب على جناح السرعة من الأسواق، ولكنه مصحف من أندر وأجمل المصاحف. والأوقاف عوضت بمصحف آخر أيضا لخطاط عثماني ونشرت، فهذه النسخة انقرضت، نسخة حسن رضا، ونحن كنا نبحث عن هذه النسخة. من المفارقات العجيبة 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 حقيقة، بقينا أشهر نخاطب الوقف السني، هم يقولوا يعني هذه النسخة حتى احنا ما عندنا منها، نفذت من الأسواق، لكنهم وعدونا خيرا. بعد قرابة 3 أو 4 أشهر بلغونا أنهم حصلوا على النسخة، نسخة يعني متأثرة ليست جديدة، قلنا لهم لا بس ابعثوها لنا. لما وصلت في غضون الساعة 11، وصل المندوب وإذا بي أتفاجأ، نسخة من أروع النسخ، من أروع ما يكون. فأنا قلت هم الجماعة قالوا النسخة يعني متهالكة وضعيفة، والنسخة التي وصلت نسخة في غاية الجودة وكبيرة، نسخة ضخمة جدا. فإذا بي الذي حصل أن مندوباني للتوصيل وصلا في نفس الوقت، مندوب البريد الذي أتى بالمصحف العراقي. نعم. اللي هو كما وصفوه نسخة قديمة. نعم. ومندوب وصل من قصر سمو الحاكم حمل لنا مصحفا نادرا لحسن رضا بجودة عالية جدا وكبير، وحقيقة شيء مذهل يعني. نعم. نسخة مذهلة وصلتا في نفس الوقت. هذا من الموافقات العجيبة التي حصلت معنا. نعم، فهذه قصة مصحف حسن رضا. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. نعم. الشيخ كذلك في أسئلة تردنا يعني. نعم. الآن قبل لا أختم معاك المكالمة عن طريق الرسالة النصية القصيرة، هل هناك ممكن تكون زيارات للمجمع عفوا من قبل الطلبة الطالبات؟ نعم، يعني بشكل دائم ولا في أوقات معينة، ولا هي زيارات لفئات معينة؟ في الحقيقة طيلة الفترة الماضية كانت يعني للمختصين فقط، لكن اليوم حضرة صاحب السمو أعلن للجمهور أن المجمع سيستقبل الزائرين من المواطنين والوافدين، ونحن بإذن الله تعالى مع بداية العام القادم يعني خلال أسبوع أو أسبوعين سنبدأ بتنظيم جداول الزيارات، ويكون هناك برامج أسبوعية وبرامج موسمية لزيارات المدارس والجامعات، وسيعلن عنها عبر حساباتنا في التواصل الاجتماعي إن شاء الله. بإذن الله. نعم. بإذن الله. هل في إضافة أخرى كذلك؟ إضافة هذه القاعة. نعم. التي تظهر الآن في الشاشة. نعم. حقيقة ما علقنا عليها، هذه واحدة. نعم. من أندر وأجمل القاعات، قاعة تاريخ كتابة المصحف الشريف، بدأناها بغار حراء. نعم. أول مراحل نزول الوحي. نعم. ثم
قسمنا هذه القاعة إلى 15 قسماً، كل قسم يمثل قرن من القرون الهجرية، القرن الهجري الأول والثاني والثالث. ما الذي طرأ على كتابة المصحف؟ يعني في كل قرن ما الإضافة التي يعني أضافها الخطاطون وكاتبو المصحف الشريف على الخط المصحف؟ ستجدون نوادر ثمينة جدا ولا تقدر بثمن. هذا المجمع حقيقة بالإضافة إلى الأفكار غير المسبوقة ستجدون كما من النفائس والذخائر القرآنية لا تجدونه في مكان آخر. طبعا في أقسام أخرى، هذه رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وإلى الحكام، أيضا أفردنا لها قسما. قد تكون هناك أقسام لم التقرير لم يعرج عليها، لكن هناك أقسام أخرى. عندنا مثلا الاستوديو الإذاعي لمجمع القرآن الكريم والاستوديو التلفزيوني لمجمع القرآن الكريم، هذه أيضا نفذها لنا تلفزيون الشارقة مشكورا بأحدث المعايير وأحدث المواصفات. وعندنا الإعلام الرقمي، وعندنا مركز الدراسات والبحوث القرآنية، عندنا أيضا إدارة الأسانيد القرآنية، المكتبة كذلك. المكتبة قصتها يعني المكتبة حقيقة بدأنا من حيث انتهى الآخرون. ذهبنا إلى علماء يجمعون مكتبات خاصة على مدى 40-50 عاما، اشترينا مكتباتهم. نعم، يعني فلذلك سترى في هذه المكتبة سترى نوادر من كتب القراءات لا تجد لها مثيلا على مستوى المنطقة، ونستطيع أن نقول حتى على مستوى الوطن العربي. يعني جمعنا كم كبير من الكتب في علم القراءات وعلوم القرآن، وهذه حقيقة فرصة للباحثين والمتخصصين في هذا المجال. المكتبة مزودة بكل التقنيات، التصوير والانترنت والكمبيوترات، أجهزة الحاسوب، مزودة بكل ما يحتاج إليه الباحث في مجال علوم القرآن والقراءات. نعم. أنا أشكرك جزيل الشكر شيخ شيرزاد عبد الرحمن الأمين العام لمجمع القرآن الكريم بالشارقة، وهنأك كذلك على يعني اليوم افتتاح هذا المبنى وافتتاح مجمع القرآن الكريم وزيارة صاحب السمو حاكم الشارقة. وهذه الإمكانيات والله يعني الشيخ شيرزاد، هذه الإمكانيات يعني الكبيرة والضخمة والمميزة كذلك اللي تحتويها كذلك والموجودة في مجمع القرآن الكريم بالشارقة. وأستاذ أحمد، حقيقة كل ما تم التعليق عليه لا يغني عن الزيارة، وليس رأي كمن سمع كما يقال. وأنا أصعب سؤال يواجهني لما أحد يسألني ماذا يحوي مجمع القرآن، لأننا لكثرة الأنشطة ولكثرة الإدارات. تعرف إحنا عندنا في مجمع القرآن الكريم 140 مكتب. ما شاء الله. نعم، 140 مكتب. لكثرة الأقسام ولكثرة النشاطات السؤال لما يطرح تغفل جوانب كثيرة، وإدارة أحيانا إدارات كاملة ما يسعفنا الوقت حتى نعرج عليها. فزيارة المجمع بإذن الله تعالى ستعطي صورة متكاملة عن هذا المجمع الأكبر والأفخم والأضخم على مستوى العالم. وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا أولا أن يجزي حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي خير ما جزى إماما عن أمته، وأن يجعل ذلك كله في موازين حسناته. ونحن نسمي مجمع القرآن الكريم، نسميها كذا يحلو لنا أن نسميه هدية سلطان إلى أهل القرآن. نعم، أسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناته وأن يجعله صدقة جارية. أنا أقول لطواقم العمل اللي تعمل معنا، أقول ما أدراكم الأزهر الشريف الآن عمره يربو عن 1000 عام، ما أدراكم مجمع القرآن قد يمضي إلى 1000 و2000 عام إلى ما شاء الله عز وجل بهذه النية الطيبة وهذه الجهود الطيبة. أيضا لا أنسى أن أشكر كل الجهات التي تعاونت معنا، كل الدوائر الحكومية التي وقفت معنا، كل المؤسسات الحكومية داخل وخارج الدولة، مؤسسات كثيرة، باحثون، علماء، مهندسون، فنيون. أقول الله عز وجل يجزيكم عنا خير الجزاء واجعلوها في موازين حسناتكم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.